مشاهدينا الكرام بتتواصل موضوعاتنا في صباح الخير يا مصر. الحقيقة يعني فقرتنا اللي جاية فقرة مهمة جدا. منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية بتنظم مع المجمع العربي للإدارة والمعرفة بدعم من مجموعة السيد طلال أبو غزالة المؤتمر التأسيسي لمبادرة تعرف بعنوان أو تحت عنوان نحو مجتمع معرفي أفرو آسيوي. هذا المؤتمر التأسيسي سيكون برعاية رئيس الوزراء يوم 11 و12 يناير الجاري. وضفنا الحقيقة في هذه الفقرة هو السيد طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي للإدارة والمعرفة. والمجمع العربي فكرة بسيطة عنه، هو منظمة إقليمية لها باع طويل جدا في إيجاد المعرفة وإدارتها ونشرها في المجتمعات العربية، إضافة إلى سجل مميز في تقديم يد العون للعديد من الشركات والمؤسسات في تحقيق أهداف معلنة، لا سيما وأهمها في مجال إيجاد المعرفة وإدارتها. برحب بضيفنا في استوديو صباح الخير السيد طلال، أهلا بك. شكرا لاستضافتي. صباح الخير على حضرتك. وحبدا ما هيك بس انه نوضح للساده المشاهدين هي فكره اهميه المعرفه. بنتكلم عن مجتمع عربي وبنتكلم تحديدا عن المعرفه في المجتمع، ده بيرجع او هيرجع على المجتمع العربي بايه؟ يمكن قد يبدو غريبا ان نتكلم عن هذا الموضوع ونحن في وسط عدوان وحرب شرسه على شعبنا في غزة. وشعبنا في غزة هو شعب كل الأمة العربية، شعب مصر قبل أن يكون أي شعب، لأن مصر هي العرب وهي دورها الأساسي دائما في قيادة العمل العربي. قد يبدو غريب أن نتكلم عن هذا الموضوع في هذا الوقت، ولكني أنا أريد أن أركز على الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتقنية. نحن في مؤسستنا مجموعة طلال أبو غزالة استطاعت مثلا أبو غزالة الملكية الفكرية أن تصبح أكبر شركة في الدنيا في مجال حقوق الملكية الفكرية، لأنها استعملت تقنية المعرفة، حولت نشاط وخدمات أعمالها لتدار بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة. فإذا نتكلم عن بناء اقتصاد، ويعني كما يقول الحديث الشريف اعمل لدنياك كأنك تعيش كانت غدا مدى عمل لآخرتك كأنك تعيش أبداً. كذلك نحن في هذا الوقت يجب أن نفكر في بناء واستمرار عملية البناء، ولا نكون خدمنا العدو. العدو يريد أن يلهينا عن عملية البناء وعملية التطور. فالمشروع هذا الذي نتكلم عنه يتجه إلى بناء شبكة معلوماتية واتصالاتية بين الدول الأفرو آسيوية. وهذا المشروع والفكرة جاءت من عندما فخامة الرئيس مبارك تكلم في شرم الشيخ في قمة شرم الشيخ ونادى بضرورة إقامة هذه الجسور من المعرفة والتعاون والتبادل التجاري. والتبادل التجاري لا يحتاج لاتفاقيات بالأساس هذه الأيام، أولا لأن المنظمة العالمية للتجارة في مرحلة مجمدة عمليا، ثانيا لأن أهم جزء من الاقتصاد هو تجارة الخدمات. تجارة الخدمات تشكل 80% من الناتج القومي، وهذا النشاط التجاري الخدمي وهو يشمل كل ما ليس سلعة هو أساس البناء الاقتصادي. فنحن نستطيع أن ندير هذا النشاط بدون اتفاقيات ومن خلال استعمال تقنية المعلومات والاتصالات. ليس غريبا أن تكون هذه القوة الغاشمة الإسرائيلية في هذه العنجهية وهذا الغرور، عندما نعرف أن حجم الاقتصاد الإسرائيلي هو بحجم كل اقتصادات الدول المجامرة مجتمعة. فإذا نحن يجب أن لا ننسى في هذا الوقت الذي يقدم فيه شعبنا تضحياته أن علينا أن نبني قوتنا الاقتصادية لنستطيع أن نواجه هذا العدو على المدى البعيد، لأن القوة هي القوة الاقتصادية وليس أي قوة أخرى. إذن هنا كلمة السر وهنا السؤال، المعرفة، عالم المعرفة، المعرفة الآن لم تعد رفاهية، أصبحت ضرورة. تقييم حضرتك للمعرفة في العالم العربي، هل أنت راضي عن مستوى يعني التعليم، عن مستوى الثقافة، عن عالم المعرفة في العالم العربي؟ هل وصل إلى المستوى الذي أهلنا لنعم اللي حضرتك بتقول عليه مواجهة هذه التكتلات الأخرى؟ طبعا نحن لازلنا في بداية الطريق. أنا أبدا لا أزعم بأننا حققنا الكثير، ولكن بإمكاننا. وعندما أعطي مثال عن مؤسستنا، أنا لا أريد أن أتكلم عنها كمؤسسة إنما كنموذج لما تستطيع أن تعمله، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هنالك حاجة لدعم حكومي أو خوف من مقاومة حكومية في أي بلد عربي. أنا أعمل في كل البلاد العربية، مؤسستنا والحمد لله موجودة في كل أقطار العالم في 70 مكتب منها كل الدول العربية، ولم أجد يوما صعوبة في أن أعمل
بدون أن أجد إما مقاومة أو أحتاج إلى دعم. أنت إذا أردت أن تعمل تستطيع دعمه. ماذا نقصد بالدعم؟ أنا عندما أتكلم عن المعرفة التقنية والknowledge management من خلال استعمال تقنية المعلومات والاتصالات information technology كأداة للتنمية، أنا أتكلم عن علم موجود ومتوفر ولا يحتاج إلى أن نشتريه بقرار حكومي أو قرار سياسي. أنا أخاطب ثلاث قطاعات في هذا المؤتمر إن شاء الله الذي نتوجه إليه، والذي نأمل منه أن يخلق قوة اقتصادية أفرو أسيوية بدايتها ومبادرتها من هذا البلد. لو كان لهذه القارتين هذا التواجد وهذا الاتصال لما كان كل قرار نريد أن نسمع به يأتي من الاتحاد الأوروبي، لكان أصبح هنالك قوة إقليمية. ولا أتكلم عن قوة عسكرية ولا أتكلم عن قوة سياسية، أتكلم عن قوة معرفية وثقافية واقتصادية. أولا في مجال التجارة، مجال الاقتصاد، هذا كما قلت على الأقل 80% من الدخل القومي يجب أن يكون، وهذا كذا في العالم المتقدم، من التجارة الخدمات، وهذه تتم من عبر الاتصالات وتقنيات يعني بين قوسين تجارة الخدمات نوضح.